أبناء اليمن الجنوبيين يحتجون على عدم تمثيلهم في مؤتمر الكويت، وهم غاضبون من صياغة الحلول في غرف مغلقة، وسمعوا أن نائب الرئيس خالد بحاح يخضع للإقامة الجبرية في الرياض. صحة الأنباء في وضع نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المهندس خالد بحاح رهن الإقامة الجبرية في المملكة العربية السعودية، فإن هذه بادرة خطيرة سوف تهز جدار الثقة بين شعب الجنوب والحكومة الشرعية وأيضا مع دول التحالف. لم يحصل أي تقدم في المناطق الشمالية أبدا منذ انطلاق الحرب في شهر مارس الماضي في 2015 إلى اليوم. كل الأراضي لا زالت تحت سيطرة الحوثي وعلي عبد الله صالح إلى اليوم، فماذا يريدون؟ إذا كان علي محسن لم يستطع أن يحافظ على الأرض وهو عليها، فهل سيستطيع أن يعمل شيء وهو في المنفى؟ ركزت التظاهرة على مطالب الجنوبيين، وكانت اليافطات معادية للقيادات التي يرون أنها فرضت عليهم من دول التحالف. أي حلول في اليمن بدون حل القضية الجنوبية يعتبر كالحرث في البحر. وربطوا الاستقرار اليمني بمعالجة القضية الجنوبية بالتفاوض بين الشمال والجنوب، وتعهدوا بتطهير مناطقهم من إرهاب القاعدة وداعش. عدم حل القضية الجنوبية ستكون لها نتائج كارثية، ولن تستقر اليمن ولن يستقر الأمن في المنطقة على الإطلاق في حال تجاهل القضية الجنوبية وعدم وضعها في طاولة الحوار بين التفاوض بين الشمال والجنوب. أبناء الجنوب اليمنيون يشعرون أن ما حصل ويحصل على أرضهم هو تجاوز كثير لمطالبهم الخاصة، وأن مؤتمر الكويت يتجاهل تلك المطالب بشكل صارخ وتصاغ الحلول بعيدا عن إرادتهم. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين.